لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري الله، إن الله بصير بالعباد. قريب يا مظلوم كربلاء يا أبو علي، شباب ولكن تخضب كفه بدم الوريد، فوا نفس اذهبي حزنا ووجدا، ويا عيني بحمر الدم جودي على حلو الشباب وبدرة أمي. شباب في مقتبل العمر، شباب مثل الورود، فوا على حلو الشباب وبدرة أمي. شبيه محمد خير جدودي، كأني بالحسين غدا ينادي. علينا يا ليالي الوصل عودي، رجوتك يا علي تعيش بعدي. أمنية كل أب أن يبقى ولده على قيد الحياة، يكون له سندا وعضدا في هذه الدنيا. رجوتك يا علي تعيش بعدي، وتوسد جثتي رمس لحودي، وتمشي باكيا من خلف نعشي، كما يبكي الوليد على الفقيد. تقول الرواية لما سقط علي الأكبر على بوغاء كربلاء مقطعا بالسيوف إربا إربا، جاء له الإمام الحسين مسرعا، انقض على رمى بنفسه على جسد ولده، أخذ يمسح الدماء والتراب عن وجهه مناديا: بني علي على الدنيا بعدك العفو. علي راح، علي راح شافه والنبي الشابيج، علي راح وفاق وصف جراح، علي راح، علي راح صاحب صوت يا زينب، علي راح يا بويا يا بويا ظلمت الدنيا عليا، اي والله يا بويا ظلمت الدنيا. أخذ يخاطب ولدا: يا أبويا من سمع يمك ونيناك، ونيناك من شبحت لعند الموت، عيناك إلى العشرين ما وصلن، سنيناك وحاتفني عليك الدهر نقشر، اي والله حاتفني عليك الدهر يا
الشهيدين استلما جثتي الشهيدين لكن بأية حال نتوسى ونتأسى بسيدنا ومولانا الإمام الحسين يا بويا من عدل راسك ورجليك ومن غمض عيونك واسبل يديك يا نور العين كل سافل وصليك قطع قلبي ولعن بحشايس الدار اي والله قطع قلبي ولعن بحشايس الدار من قطع وصالك بسيفا يا علي يا على الدنيا العفا فرقاك شيبني أكبر يا نور العين يا معفر الخد شيبتني يا ابني وخلت القلب ما من عمك العباس ظهري يا علي مكسور أكبر يا نور العين يا معفر الخد يا ابني شقول عمتك لو سايلت عدناك وليلة الحزينة ترتجي ما آيست منك أكبر يا نور العين يا معفر الخف أنا مقدار أقول لهم علي مطروح بالرمضة العدوان جسم مقطعين مرضض الأعضاء أكبر يا نور معفر الخد حمله الإمام الحسين على ظهره لكن بأية حال رجع به إلى المخيمات رجع محني الظهر دموعه جارية على خده طرحه مع بقية الشباب لما نظرت ليلى إلى جسد ولدها علي الأكبر مقطعا بالسيوف إربا إربا وضعت 10 أناملها على رأسها صرخت ونادت وولدا وعليا ثم نادت ولا مال ولا مال ردك ما رد الدنيا ولا مال ولا مال تحضرني لو وقع حملي ولا مال ولا مال يا ابني خابت ظنوني ولا مال ولا مال عند الضيف يا ابني قطعت بيا اي والله عند الضيف يا ابني قطعت ولكن تخضب كفه بدم الوريد يا الله سهل مطالبنا يسر امورنا اكشف ما نزل بنا اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا سوءا الا صرفته ولا حاجه هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين الشهيدين السعيدين من اجتمعنا لاجلهما وسببهما وعلى قبريهما يا في الارض عن جنبيهما
أصعد بروحي ما إلي نقهما منك حجة وبرهانا انخلهما اللهم عن ضيق القبور واللحود إلى سعة الدور والقصور اجعل قبريهما روضة من رياض الجنة ولا تجعلهما حفرة من حفر غيرا اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين واحلل غضبك وانتقامك وسخطك بالقوم الظالمين اللهم انتقم لهما ممن ظلمهما اللهم انتقم لنا ممن ظلمنا وسفك دماءنا واستباح حرماتنا إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين ورحم الله من أهدى لروحيهما الفاتحة تسبقها صلوات.